مقال تحت عنوان كيف تعاملت مصر مع حظر طيران فوق سد النهضة بيتكلم على كيف وصل الوضع لما هو عليه الآن، وليه إثيوبيا بالأساس قامت بحظر هذا الطيران فوق سد النهضة، وتصريحات مهمة بل هي خطيرة لمسؤولين إثيوبيين. بتكلم على قائد القوات الجوية الإثيوبية في الجيش الإثيوبي، وبتكلم على كمان المدير العام لهيئة الطيران المدني الإثيوبية. هنسمع تصريحاتهم ونشوف كمان ليه وصلوا الوضع ده وليه قاموا بحظر الطيران. هل وصلت لهم معلومات ان مصر ستقوم بضرب السد وبناء عليه قاموا بحظر الطيران فوق سد النهضة؟ هنشوف التفصيل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مشاهدينا ومتابعي القناة الاعزاء، وبنشكركم دايما على تشغيل الفيديو، دايما بنشكركم على المتابعة، وبنهتم جدا بتعليقات حضراتكم، وبنراعي دايما ان احنا نكون على قدر المسؤولية امام كل ما من يشاهد هذه القناة. بداية احنا عشان نتكلم على انه وصلت اثيوبيا لحظر هذا الطيران، الموقع اسمه المونيتور بيتكلم على انه في تصريحات لمسؤولين اثيوبيين، التصريحات دي بتشير لان هناك تخوف من عدوان على سد النهضة او هجوم مباغت على سد النهضة من مصر. والحقيقة انه لم تظهر او لم تدلي مصر باي تصريحات تشير لهذا النوع من العدوان او لاحتمالية حتى ضرب السد، يعني التصريحات الرسمية كلها لا تشير لذلك على الاطلاق، يعني ربما تصريحات اعلامية فقط هي من تشير لهذا الامر، ولكن لا يوجد اي تصريح من اي مسؤول في الدولة، سواء هذا المسؤول يعني في الحكومة مسؤول رسمي او حتى من المحسوبين على الدولة او المقربين لها، قال ان احنا هنقوم بضرب هذا السد هو سد النهضة. ولكن يمكن في 25 سبتمبر الماضي كان موجود الرئيس عبد الفتاح السيسي امام مجلس الامن وقال ان احنا بنحذر من عواقب فشل مفاوضات سد النهضه، وبنقول يا مجتمع يا دولي تحلم مسؤوليتك وشوف الموضوع ده، لانه في عواقب يعني ربما تنذر بحدوث شيء، الشيء ده هيسبب يعني مشاكل فيما بعد بسبب فشل هذه المفاوضات. يمكن التصريح ده كان يوم 25 سبتمبر. يوم 30 سبتمبر بعدها بخمسة ايام ظهر بقى اللي هو القائد القوات الجوية الاثيوبية وقال احنا بنحذر من اي عدوان على سد النهضة. هنا المجلة او الجريدة تربط بين تصريحات الرئيس السيسي في مجلس الامن وبين تصريحات المسؤول الاثيوبي او قائد القوات الجوية الاثيوبية، بيقول احنا بنحذر من اي تعدي على سد النهضة. خد بالك انه لغاية يوم 30 سبتمبر الماضي، احنا النهاردة بنتكلم في اكتوبر، لغاية 30 سبتمبر الماضي لم تكن اثيوبيا قد حظرت الطيران فوق سد النهضة. هي بدأت تحظر الطيران حوالي يوم 4 او 3 شهر اكتوبر الحالي. فحظر الطيران ده بعد هذا التصريح تم، يعني بندي تسلسل برضه عشان حضراتكم تكونوا رابطين الافكار ببعضها. 25 سبتمبر تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحذر فعلا المجتمع الدولي من عواقب فشل هذه المفاوضات. خد بالك ان المفاوضات متوقفه، بنتكلم من حوالي يوم 28 اغسطس، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في حوالي داخلين على شهرين او داخلين على 50 يوم والمفاوضات متوقفه، اللي هي برعايه الاتحاد الافريقي، وكان بيحضر فيها مسؤولين من البنك الدولي او مسؤولين عفوا من الاتحاد الاوروبي ومسؤولين من الولايات المتحده الامريكيه، ويعني عليها رقابه دوليه. ولكن هذه المفاوضات منذ ان اعلنت وهي المفاوضات دي فشلت فشل ذريع، بنتكلم من يوم 26 يونيو 26 شهر 6 مفاوضات مستمره تحت رعايه الاتحاد الافريقي توقفت يوم 28 اغسطس، عشان حضرتك برضو يعني نتكلم في شهرين مفاوضات فاشله ثم توقفت هذه المفاوضات ولا يوجد اي مفاوضات حتى الان. بل الغريب في الامر انه في اثناء جريان مفاوضات الاتحاد الافريقي، يعني انا بقول لحضرتك بدات يوم 26/6، وبرضه لازم التواريخ مهمه لان انا لازم ادي المعلومه لحضرتك بالتاريخ. 26/6 المفاوضات شغاله، يوم 21/7 وبرضه المفاوضات كانت شغاله ومستمره، يعني بعدها بحوالي شهر بعد بدء المفاوضات يخرج المسؤولين في اثيوبيا وتخرج رئيسه اثيوبيا وتقول نحن نجحنا في ملء المرحله الاولى من سد النهضه، او المطر بمعنى اصح ساعدنا في ملء المرحلة الأولى من سد النهضة بواقع 4.9 مليار متر مكعب ماء. طبعا أنت كنت قبلها بأسبوع بتقول إن إحنا ما عملناش ده وما قمناش بملء سد النهضة، وإن المية اللي موجودة في البحيرة بتاعة السد هي مية موجودة بشكل طبيعي بسبب زيادة المطر، وهذه المياه يتم تصريفها من خلال البوابات الثلاث اللي موجودة أسفل السد. ولكن تيجي بعدها بأسبوع وتقول إن إحنا نجحنا في ملء المرحلة الأولى بواقع 4.9 مليار متر مكعب ماء، وده فين؟ أثناء المفاوضات التي كانت تدور بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبرئاسة جنوب أفريقيا، هي الدولة اللي بتقود الاتحاد الأفريقي. نرجع لموضوعنا، فبنقول أنه خلال 25 الشهر الماضي سبتمبر تصريحات السيد الرئيس في مجلس الأمن، 30 سبتمبر الشهر الماضي تصريحات قائد القوات الجوية الإثيوبية، يا جماعة أنا بنحذر أي حد أنه يقرب من السد. خد بالك تصريحات زي دي برضو بتدي نوع من انه الراجل ده
ربما يكون عنده معلومات ان هناك تهديد محتمل لهذا السد، وانه فيه اكيد التهديد مش هيكون تهديد داخلي، لان التهديد الداخلي لا يمكن باي حال من الاحوال انه يتعدى على السد بقصف جوي. القصف الجوي هو القصف المتوقع، مش هيكون غير من مصر طبعا، ما فيش قصف هيحصل من السودان، لان مع احترام الاشقاء في السودان قوات الجويه السودانيه لا يمكن ان تقوم بهذا العمل، وبالتالي هو الخطر الوحيد على سد النهضه هي الدوله المصريه او هو الجيش المصري. فتصريحات السائل اللي هو القائد القوات الجويه الاثيوبيه يوم 30 سبتمبر، بعدها يوم 4 تم حظر الطيران فوق سد النهضه، ليخرج بعدها كمان يوم 5 سبتمبر، واربط برضو التواريخ ببعضها، يخرج هو مدير الطيران المدني الاثيوبي عشان يتكلم على انه احنا جات لنا معلومات على ان هناك تهديدات محتمله لضرب هذا السد، او تهديدات محتمله للسد، واحنا بنعمل على تامين السد. خد بالك التصريحات دي، يعني الراجل ده كان قاعد بيتكلم هذه التصريحات مع رويترز اللي هو المدير العام للطيران المدني الاثيوبي، وبيقول ان احنا حظرنا الطيران تامينا وحمايه لسد النهضه. وفي نفس اليوم برضو عمل نفس التصريحات مع بي بي سي. فاحنا بنتكلم على تصريحات من مسؤولين اثيوبيين بيؤكدوا ان هم جات لهم معلومات على انه في احتمال ضرب هذا السد. خد بالك انه دي تصريحات على عهدة المسؤولين، هل هو بيقول معلومات حقيقية؟ يعني هل هو جات له معلومات فعلا، ولا ده مجرد تلويح لانه في دولة، الدولة دي يا جماعة عايزة تضربنا واحنا ناس ضعفاء وخايفين منها، او ناس بنحمي نفسنا لانه مصر عايزة تعتاد علينا وهكذا. طبعا اللي هو حمد بخيت، وده عضو مجلس النواب وطبعا في لجنة الدفاع والامن القومي المصري، بيقول ان في حاجتين او عاملين خلوا اثيوبيا تدلي بهذه التصريحات وتمنع حظر الطيران فوق سد النهضه. العامل الاول هو المشاكل والصراعات الداخليه في اثيوبيا اللي بتجعل الحكومه الاثيوبيه تحاول على قدر المستطاع جذب كل التعاطف الممكن من فئات الشعب المختلفه، لانه هذا الشعب يعني شعب قبلي، يعني عنده نزاعات واختلافات قبليه كبيره جدا من يوم حتى وفاه المغني، يومها مات في الموقف ده في الفتره بتاع المغني ده لما مات، اتكلم على 250 واحد ماتوا بسبب هذا المغني. يعني شوف حضرتك الموضوع ان هناك نزاعات قبليه وطائفيه كبيره جدا وانقسامات داخليه. فالراجل هو وزير رئيس الوزراء الاثيوبي بيحب انه يجمع او يوحد الصف الداخلي على حساب مصر والسودان، من ناحيه انه يقول احنا بنتعرض لتهديد ويا جماعه لازم نوقف وهنمنع الطيران عشان احنا جاي لنا تهديدات، فما ينفعش انتوا يعني تشكوا الصف داخليا ونعادي بعض داخليا واحنا بنتعرض لتهديدات خارجيه، والدليل امامكم ان احنا حذرنا الطيران فوق سد النهضه لان عندنا معلومات ان مصر ستقوم بضرب هذا السد. دي الرساله اللي عايز يوصلها رئيس الوزراء الاثيوبي للداخل، وبيستعطف الداخل الاثيوبي بحيل وباساليب مختلفه، منها هذه الحيله وهي حظر الطيران فوق سد النهضه. حاجه ثانيه انه بيدي رساله ايضا للمجتمع الدولي وبيقول له يا مجتمع دولي انتوا بتقفوا مع مصر، او الولايات المتحده بتقفوا مع مصر، واحنا متخوفين من مصر، الدوله اللي انتوا بتقفوا معاها الدوله دي عايزه تضربنا وتهدم لنا سد النهضه. رغم انه زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو لم يظهر ولم يدل اي مسؤول مصري باي تصريح من شأنه انه يشير لانه مصر ستقوم بضرب هذا السد لا من قريب ولا من بعيد. فهنا زي ما بقول لحضراتكم وحسب كلام اللي هو حمد بخيت، انه رساله للداخل يا جماعه نصطف عشان الدوله المصريه ضدنا، رساله للخارج انه المجتمع الدولي برضو احنا لينا موقف واحنا يعني عايزين نحافظ على السد بتاعنا. طبعا هي حيله بيستعملها الحكومه او بتستعملها الحكومه الاثيوبيه، حيله داخليه وحيله خارجيه. خد بالك كمان انه من بعد ما الولايات المتحده الامريكيه قامت ب يعني عقوبات، توقيع عقوبات على اثيوبيا، وطبعا خفض المعونه الامريكيه بمقدار 130 مليون دولار للجانب الاثيوبي، في غضب في اثيوبيا، غضب في الحكومه انه شايفين انه الولايات المتحده الامريكيه بتوقف مع مصر، رغم انه مصر طالما او لا طالما حذرت المجتمع الدولي وقالت له يجب عليكم تحمل مسؤولياتكم، لكن الجانب الاثيوبي هو مش شايف غير انه هذا النهر، وزي ما حضراتكم عارفين قبل كده الناس دي قالت تصريحات فيها انه هذا النهر ملكنا ونفعل به ما نريد. فهنا الجانب الاثيوبي لازم تكون حضراتكم واصل لكم الصوره انه كل ما يفعله هو محاوله لخداع المجتمع الدولي، لكسب ورقه امام المجتمع الدولي بحيث انه يضغط اكثر موضوع حظر الطيران. انا قلت تصريحات المسؤولين الاثيوبيين، التصريحات دي كانت امام وسائل اعلام عالميه، ومش معنى ان هم قالوا التصريحات دي ان هم كلامهم صح. وزي ما بقول لحضراتكم ربما تكون هذه التصريحات مجرد حيله وخدعه. وخد بالك انه الجانب الاثيوبي عارف انه مصر لا يمكن ان تتنازل عن حقها في مياه النيل، لانه خد بالك ان الموقف المصري بيعتمد على انه هو محتاج المياه، هو عنده مش محتاج الكهرباء من اثيوبيا، مش محتاج اي حاجه من غير اثيوبيا، من اثيوبيا غير حقه في المياه اللي بيمر ليه 55.5 مليار متر مكعب، طبعا تجميعة الفرعين النيل الابيض والنيل الازرق.
لكن تعرفين ان النيل الازرق بتاع اثيوبيا بيجي لنا منه 85% من المية بتوصل لبحيرة ناصر الموجودة عند السد العالي. مصر كل اللي محتاجاه حقها، وكل اللي محتاجاه هي ضمان او وصول الاتفاق لضمان تأمين حصتنا من المية في فترة الجفاف وفترة الجفاف الممتد، لانه الفترات دي هتمثل خطر. المفروض انه علينا جميعا تحمل فترة الجفاف، مش اثيوبيا تخزن النسبة اللي محتاجاها من المية في فترة الجفاف ولا تصرف القدر الكافي من المياه لكل من مصر والسودان. بالنسبة للجانب السوداني فكل ما يهمه ايضا هو طبعا له منافع من هذا السد، زي الكهرباء وزي الحفاظ على تدفق النهر طوال العام، طول الاربع فصول بتوع السنة تدفق هيكون كويس بالنسبة للسودان، ما هيتعرضش للفيضانات زي ما تعرض لهذا العام، ولا هيتعرض للجفاف برضو زي ما تعرض قبل كده. ولكن السودان كل ما يتخوف منه هو عدم تأمين هذا السد، لأنه عدم تأمين هذا السد بسبب يعني لو حصل وهذا السد تم انهياره ده كارثة بكل المقاييس على السودان، وسترى ما يعني أضعاف ما رأته هذا العام. احنا بنتكلم السنة دي على انه 25,000 منزل تم تدميرهم في السودان بكميات مياه لا تعادل على الإطلاق كميات المياه التي سيطلقها السد إذا انهار هذا السد، خاصة بسبب العوامل الجيولوجية بعيدا عن تكوين وبناء السد. حتى إن احنا نتكلم على سد متين ومبني جيدا بتكلفة بتبلغ 5 مليار دولار، ولكن احنا نتكلم على عوامل جيولوجية في هذه المنطقة بتتخوف منها السودان. وبسبب التخوف ده السودان يعني بتبحث عن ضمانات لتأمين المياه او تأمين السودان من انهيار السد، وتأمين السدود السودانية اللي بتوجد على نهر النيل الازرق، خاصة مثلا زي سد الروسيروس، هذا السد اللي بيتعرض للانهيار في اي لحظة بسبب انهيار سد النهضة، وحتى مش بسبب انهيار سد النهضة، بسبب عدم التنسيق بين سد النهضة والسدود التي توجد خلفه في الجانب السوداني. انا بوضح لك الموضوع بوضوح وبشكل عشان يكون واصل لحضرتك. فتصريحات المسؤولين الاثيوبيين هي مجرد من وجهة النظر المصرية هي مجرد حيلة ومراوغة لكسب الوقت ولكسب ورقة امام المجتمع الدولي، لانه اذا وجد هناك تفاوض في الفترة القادمة فستقول اثيوبيا المجتمع الدولي احنا لا نضمن ولا نأمن مصر انها ربما تهاجمنا، واحنا عندنا معلومات ان مصر هتهاجمنا وتقوم بضرب السد. لكن المجلة بتقول برضو في نهاية المقال انه الجانب المصري والجانب الاثيوبي ربما قريبا يحصل او يحصل انه فيه توصل لاتفاق، بحسب برضو مسؤولين او بحسب تصريحات مطلعين انه هيحصل توصل لاتفاق خلال الفترة القادمة، خاصة انه لا يمكن ان تصل لمرور ال 12 شهر اللي اتكلمت عنهم برضو رئيسة اثيوبيا، انه قالت انه المرحلة التانية هتتملي في خلال 12 شهر، فما ينفعش هنقوم بملء المرحلة التانية من سد النهضة خلال ال 12 شهر القادمين بدون التوصل لاتفاق، لانه هتكون كارثة حقيقية إذا تم ملء المرحلة الثانية بدون التوصل لاتفاق، لأنه هيكون كم أكبر من المياه سيتم تخزينه في بحيرة هذا السد. في النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.